ارتفاع عدد طلبة الإذن للزواج للزواج بالبنود المقصرات. أنا أقصد البنود المقصرات اليوم ما كتعجبنيش، ولكن كنت طفلات، لأن قصيرة ماشي ولا 18 عام راه فيها 40 عام فهو يقدر يكون 19 عام باش يصاب. لذلك هذا الزواج طفلات ما يمكنش هذا العقار كنشوفوها اليوم، كنشوفو اقتصاد ديال الطفولة أمام أعيننا، خصوصا حنا كمشاريع حنا كسياسيين وكنستفيد بموقف المتفرج، ما يمكنش تخسر انتفاضة خسارة فعلا. هذا مع هذا الرقم كاين رقم آخر صادم حالة الطلاق اللي تسجلت في 2021 وصل رقم قياسي 27,000 حالة. 27,000 حالة، شوف ما تحرموش هذا اللي يصير لك. غتقول مثال اللي كان صيفطوهم ولا ما عرف كاع الزواج مؤسسة زعما غير تسمية خاطئة ما عرف كيف كان صيفطوهم. هما النتيجة اللي كانت اللي كانوا في الطلاق هي النتيجة ديال الزواج. كنحكيو بنات صغار كنحكيو شريتهم مزيان في العواز كي الناس ما فعلوهمش كيظنوا خطا لان الزواج هو الذي يحل المشكل لا هو اللي كيزيد في ضعف المشاكل ديالها. فالارقام ديال باش نهضرو على 27,000 حاله ديال الطلاق سنه 2021 كثرتها. بالنسبه ديال الطفلات الزواج ديال الطفلات كتبقى واحد 90% هذه 90% حتى باش نهضرو على الطلاق 40 حتى باش نهضرو على الطلاق لا يعقد. هذا مرة أخرى أيضا قصر انتفاضة، ارتفاع عدد حالات العنف الأسري 56% من رباج بويوت، هو دابا باش كيقولوا 56% الواقع أنا كنت كنحشم شي نشوفو في الأرقام، كنوليو كلنا يعني وحوش اليوم على الأسر، الرجال الغالب وحوش ديالهم، إذا شفنا الأرقام وكنقول 56% من رباج بويوت كيتعرضوا للعنف من طرف الأزواج ديالهم. هذه أرقام اللي ربما تزيد الحالة عليها، فما بالك بالنساء اللي كيحشموا، النساء اللي ما كيبغيوش يلتجوا للمحاكم، يمشيو للكوميساريات، لأنهم بنات الناس وكتعرفوا الثقافة ديالنا، غتعطي القواقع أرقام مهوية على المستوى الوطني 15-20%، هذا الشيء أيضا ما عنده معنى، ونزيدكم العنف الجسدي والجنسي ضد المرأة كيكلف نسموها مزيان 2.85 مليار درهم للوصال. شوفوا شوفوا العام شحال كيدير، هذا مكلف راه ماشي غير معنوي، حتى المادي شوف فين كاين شحال كيدخل، 2 مليار درهم للوصال، 22% من النساء طبعا كيتكبدوا التكاليف المباشرة أو غير المباشرة ديالهم، ما بغيتش ندخل معكم في واحد الأرقام، كتخلع ولكن ما بقاش نسد الارقام، ولكن اليوم خصنا نشوفوا شنو هي هذه الاراده وهذه العزيمه وهذا الالتفاف حول واحد الوضع مجتمعي وسالي. سمحوا لي يمكن هو مسكوت عنه ما كنهضرش عليه، ولكن حتى واحد فيكم او حتى واحد فيكم ما كنظن نهضر عليه. هذا هو اللي خلينا ربما نقولوا المره الثانيه كنحاول نستمروا في هذا النقاش لان فيه جوانب فعلا ما كناش نكونوا فخورين بها. غير قبل لا نسالي مرة أخرى، واخا كنقول لكم راه سالي مرة أخرى، ولكن كنت معكم الشيء هو دو شجون، بغيت فقط نرجع ل الخطاب ديال السيد الله يسرو، في الرسالة الثانية اللي وجهها السيد الفايت المشاركين في النطاق اللي نظمتها مؤسسة المحدث السادس العلماء العقارقة حول موضوع ضوابط الفتوى الشرعية في السياق الإفريقي، بحيث اعتبر جلالة سيدنا كي وكيخاف علماء الدين كيقول لهم عندكم مسؤولية عظمى كتزداد الأهمية ديالها والحضور ديالها في هذا العصر باعتبارها أمانة جسيمة أمام الله وإساءة الناس الذين ينظرون إلى العلماء على أنهم العلماء على انهم المرجعيه الوثقى في تبليغ دين الله اولا وفي حسن تنزيل مقاصده على احوال الناس ثانيا. سيدنا ايضا كيطالب العلماء بالتاثير الايجابي في الناس، كيفاش هما كيديروا لهم محاسن الوسطيه، اقول الوسطيه
والاعتداد ويقوم بمقابل ذلك بنفي التأتية السلبية. أنا عندنا شي أبواق نتابع كاينة شي أبواق واحد العقلية الرجعية لا هي فهم القانون ولا هي فهم الدين، غير يقولوا لنا شنو فهمو مزيان نناقشو معاهم، قال لي راه كاين شي وحدين ما فهمش لا هذا لا ذاك، ولكن كيتصور